الخاوة اللي بيناتنا تعلينا تقوينا تقربنا. السلام عليكم. فيها خير، هذه الكلمة كنقولوها فيما كتوقع لنا، وخاصة حنا كمسلمين كتوقع لنا شي كارثة كنقولوا فيها خير، ولكن من جاية؟ أجيو نعرفوا هذه الحكاية. يحكى أنه كان واحد الملك عنده واحد الوزير ديما معاه، وهذا الوزير كان حكيم، وكان فيما كتوقع الملك شي حاجة كيشوف الوزير ديالو، والوزير كيقول الملك ربما فيها خير نعم سيدي، وكيبرد كيهدأ الملك ما كيبقاش غضبان. واحد المرة والملك كيدير شي حاجة وهو يتقطع الصبع ديالو، ويشوف الوزير، الوزير وحل وشاف الملك بحال هكذا، ويقول له اه ربما فيها خير نعم سيدي. شاف فيه الملك وقال له كيفاش، واش انا صبعي مقطوع وانت كتقول لي فيها خير؟ وامر بالحبس ديالو، دخل الحبس وهو غادي وشاف الملك وقال له معليش نعم سيدي فيها خير نمشي للحبس. قال لهم ديو عليا، ومشى للحبس وبقى واحد المده طويله. واحد النهار والملك قنط، قال اجيو نخرجوا نديروا شويه ديال الصيد. مشى مع الحراس ديالو، وهو في الغابه كيدور تبع واحد الفريسه وتلف على الحراس وبقى تبعها، وهما يقبطوا واحد الناس كانوا كيعبدوا شي صنم. قالوا الله هذا مزيان، غادي نقدموه قربان للصنم ديالنا. هما بغاو يذبحوه وما يكتشفوا باللي القربان ديالهم فيه عيب، ما عندوش صبع، وحنا الحاولي الا كان عور ولا عرز ولا شي حاجه ما كنذبحوش في العيد. قالوا ياه هذا تلقوا سلاحه وعرف. مشى بحالو ومشى فرحان. كي وصل القصر قال لهم عيطوا لي الوزير دابا يحضر. جا الوزير قال له الملك سمح لي انا كنت غلط، دابا فهمت علاش دار الله الخير ملي تقطع لي صبعي، ولكن هذه فهمتها، واحد حاجة أخرى ما فهمتهاش. أنت مني قلت لك سير الحبس، اش من خير في أنك تبقى هاد المدة كلها في الحبس؟ قال له يا مولاي معلوم في خير، حيت كون ما كنتش أنا دابا في الحبس شكون اللي كان غادي يمشي معك؟ أنا حيت ديما أنا اللي كان صاحبك، وشكون اللي كانوا غادي يقبطوه ويذبحوه؟ حيت غادي يلقاو ما عنده لا صبع لا حتى شي حاجة فيها العيب، كنت أنا اللي غنتذبح، وعلى هذاك الشيء ربي دار التاوي ديال الخير. إيوا هادي هي الحكاية ديال اليوم، ومن هنا جات هاد فيها خير. نتمنوا هاد الوباء وهاد الجائحة تكون فيها خير لينا كاملين، كاين اللي جلس مع عائلته، كاين اللي لقى نفسه، والطبيعة أيضا تنفسات، وحتى الجو ديالنا تبارك الله زيان. نتمنى لكم الصحة والسلامة، ولكن بقوا في ديوركم.